سؤالها الآخر تقول: جاءها مرض منذ عدة سنين، فكانت لا تصلي إلا بالإشارة بأصبعها، وبعد شفائها قضت كل الصلوات التي مرت في فترة مرضها، وكذلك مرضت مرة أخرى فكانت تصلي مرة جالسة ومرة مستلقية ومرة بالإشارة بالأصبع، وكذلك بعدما شفيت قضت كل الصلوات مرة أخرى، فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟ أولا، المريض يصلي على حسب حاله ولا يقضي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فالمريض يصلي على حسب حاله ولا يقضي هذه الصلاة، لأنه أداها حسب استطاعته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيصليها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ويومئ للركوع والسجود برأسه. أما الإيماء باليد أو بالأصبع فهذا لا أصل له في الشرع ولا يعتبر صلاة، فكونها قضت الصلاة هذا هو الحق الواجب عليها، لأنها لم تصلي، لأنها أشارت بيدها أو بأصبعها، وهذا لا يجزي ولا يعتبر صلاة. أما لو كانت تومئ برأسها للركوع والسجود لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك، فصلاتها صحيحة ولا تقضيها. نعم، بارك الله فيكم.